بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط 13 الخاص للبكار الإذاع من مسافتنا 6 كيلومترات. نسير ونبدأ وننطلق مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة. المركز الأول والصدارة، ننطلق مع اليمامة، عارف بن محمد بن سلطان بن حميد الشامسي ينطلق هنا مع اليمامة، ثاني المراكز وثاني المنطلقات. الله الله، وصل هنا جناح سعيد بن راشد بن حمد بن راشد العويسي، ينطلق هنا مع جناح في ثاني المراكز. ثالث المراكز، وصلت هنا شجون محمد بن سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي في ثالث رابع المراكز. المركز الرابع، وصلت عذبة غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي الكواري هنا، خامس المراكز وخامس المنطلقات. قناعة محمد بن حامد ابو خرايط العامري ينطلق هنا في خامس المراكز. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، للخمس المراكز المنطلقة. ونعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة، أعود مع اللي غيرت جناح سعيد بن راشد بن حمد بن راشد العويسي، ثاني المراكز شجون محمد بن سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي، وفي ثالث المراكز قناعة هنا محمد بن حامد بو خرايط، ينطلق العامري في ثالث المراكز. رابع المراكز، عذبة غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديف الكواري، وفي خامس المراكز وصلت هنا العزوم علي بن راشد بن حمد البريص المري. وهكذا هي النتيجة الثانية للخمس المراكز المتقدمة. وعود مع هذا الصراع ومع هذا التحدي، وعود مع جناح سعيد بن راشد بن حمد العويسي، ينطلق هنا العويسي مع جناح ثاني المراكز. هنا قناعة محمد بن حامد ابو خرايط العامري، ثالث المراكز. وصلت شجون محمد بن سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي، وفي ثالث ورابع المراكز. الله يا رابع المراكز، العزوم علي بن راشد بن حمد البريص المري، وفي خامس المراكز وخامس التحديات. هناك محجوب في خامس المراكز، ولكن الله الله، هناك في خامس المراكز وخامس المنطلقات ليالي محمد بن صالح بن حمد القمر النابت. ولكن أعود مع الصدارة مع المركز الأول، قناعة محمد بن حامد أبو خرايط العامري، ينطلق هنا العامري مع الصدارة مع المركز الأول. ثاني المراكز، وصلت ليالي محمد بن صالح بن حمد القمرة، وهنا القمرة ينطلق في ثاني المراكز. ثالث المراكز، عذبة غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي، وفي رابع المراكز وصلت هنا شعاع أهلال بن مصبح بن صالح المزروعي. خامس المراكز وخامس التحديات، وصلت العزوم هنا شعار
عمر السيد علي بن راشد بن حمد البريص المري، ولكن نعود مع الصراع ومع المركز الأول. أعود هناك مع القمرة، وهنا السندباد القطري ينطلق مع المركز الأول ومع الصدارة. ليالي يا ليالي محمد بن صالح بن حمد القمرة ثاني المراكز. هناك شعار الهديفي من الجانب الآخر ينطلق مع عذبة. هنا الهديفي خان بن عبد الرحمن الهديفي، ولكن وصلت هنا الشعارات ووصلت هنا الحصينية. صالح بن قبلان المطارد اليامي هنا ينطلق، أبو قبلان في ثاني المراكز وفي ثالث المراكز. هناك شعار الهديفي عذبة غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي الكواري، وفي رابع المراكز وصلت هنا شعاع هلال بن مصبح بن صالح المزروعي، وفي خامس المراكز وصلت هنا قناعة محمد بن حامد أبو خرايط العامري. ولكن أعود مع المركز الأول ومع الصدارة. الله يا الحصينية، صالح بن قبلان آل مطارد اليامي، وهنا طموح أبناء الجنوب أبناء نجران مع الحصينية. هنا الحصينية للسيد صالح بن قبلان آل مطارد اليامي ثاني المراكز. وصلت هنا العزوم علي بن راشد بن حمد آل بريص المري، ووصلت هنا المنطلقة سمحة سالم بن سهيل بالشرقي العامري، ولكن اتحرك هناك الهديفي. ولكن الله اعود مع المنطلقة، اعود هنا مع الحصينية. الحصينية صالح بن قبلان آل مطارد اليوم ينطلق هنا ابو مطارد مع الصدارة ومع المركز الاول. المحاولات الاخيرة من قبل شعار البريص، هنا علي بن راشد بن حمد البريص المري مع العزوم، ولكن منوه محمد بن سالم بن مسعود القطامي، وهناك الهديفي مع عذبة في ثالث المراكز. ولكن أعود مع الصدارة ومع المركز الأول. 300 متر أخيرة يا أبو قبلان الحصينية، صالح بن قبلان الصمصام هنا ينطلق مع الحصينية. الله 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 يا الحصينية، صالح بن قبلان الصمصام، وسلام نجران، سلام وسلام نجران، سلام وسلام ابو قبلان، سلام. تهانينا والناموس للسيد صالح بن قبلان اليوم على فوز الحصينية وحصلها على هذا الشوط الثاني المراكز. هناك عذبة غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي ثالث المراكز. هناك كانت منوه محمد بن سالم بن مسعود القطامي، وفي رابع المراكز هناك كانت قناعة محمد بن حامد أبو خرايط العامري خامس المراكز. هناك كانت في خامس المراكز الضبية محمد بن سيب بن حمد بن حضيري من الكتبي. تهانينا والناموس للسيد صالح بن قبلان آل مطارد اليامي على فوز الحصينية وحصولها على هذا الشوط التوقيت الزمني. هذا هو ملخص الشوط ولحظة وصول الحصينية إلى خط النهاية. التوقيت الزمني للحصينية 9:19 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للسيد صالح بن قبلان اليامي ثاني المراكز. ثاني المراكز هناك عذبة للسيد غانم بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي. التوقيت الزمني 9:20:04 من الثانية. وفي ثالث المراكز كانت هناك منوه محمد بن سالم بن مسعود بن طامي المري. التوقيت الزمني كان لمنوه 9:21:04 من الثانية. فتهانينا والناموس.